احنا بدينا عملنا البوبوليشن كانت 6 واستعملنا 4 بيتس حتى نعمل الانكودنج لكل واحد من هدول وراندوم نعملنا انيشال بوبوليشن والانيشال بوبوليشن كانت 8 1 0 0 0 2 0 0 1 0 و11 اللي هي 8 و2 1 مش هيك اللي هي 1 0 1 1 وبعدين 1 0 1 0 وبعدين 1 1 1 0 وبعدين 1101 وهاي البوبوليشن طلعنا لكل واحد من هدول الكانديديتس اذا متذكرين طلعنا له الفتنس الفانكشن تبعته قديش بعطيني بدلات الفانكشن هاي بدنا نفتش على ماكسيمم فكل ما كانت هذه مرتفعه اكثر فهذا كانديديت احسن هذا مثلا 8 واضح انه قريب للفاليو وبعدين من هاي حولناها لبرسنتجز جمعنا كل هدول اظن هدول بيعطوني 216 اذا جمعتهم وبعدين قسمت كل رقم من هذول الارقام على 216 فطلعت له ريليتيف فانكشن وهذا بيدل على الفتنس او بعطيني فكره عن الفتنس تبعت كل واحد من هذول الكانديديت سمون البوبوليشن في لما بدينا هلا بعدين اللي عملناه اخترنا من هذول البوبوليشن اخترنا منهم كم مجموعه او اخترناهم للكروس اوفر واخترناهم للكروس اوفر بناء على الفتنس تبعتهم فبعد ما اخترنا الكروس اوفر اذا بتذكرني عملنا سي دي اف وبي دي اف طلع معي هدول راح نعمل بينهم كروس اوفر خلينا اول شيء نحط هدول كيف شكلهم راح يكونوا اكس 1 واكس 2 هذا اكس 1 قلنا 8 فاكس 1 راح تكون ممثله على شكل 1 0 0 0 وهذا سميناه كروموسوم وهدول اللي عليه جينز وعندنا اكس 2 اكس اللي هي 2 راح تكون 0 0 1 0 بعدين عندي اكس 4 اكس 4 قيمتها 10 راح تكون 8 و2 واكس 1 هي نفسها اللي فوق اللي هي 1 0 0 0 اكس 2 مكرره من هون اللي هي 0 0 1 0 11 اللي راح تكون 8 و2 1 مضبوط 8 و2 10 و1 11 اوكي هلا بدنا نقرر نعمل كروس اوفر هلا اول شيء السؤال انه هل راح يصير كروس اوفر ولا لا بينهم احنا اخترنا البوبوليشن للكروس اوفر احنا عمالنا بنقول انه مش كلهم بصير في كروس اوفر بينهم احتمال انه يصير في تزاوج 0.7 اذا حولت هذه ل لسي دي اف لبي دي اف وسي دي اف راح تتحول معي مثلا هذه 1 وهاي 0.7 وهذه 0 وهذه راح تنزل معي هون اللي هي يس وهاي بامكانك كان تعكسها ما في مشكله كانت تحطها من 0 ل 0.3 من 0.3 ل 1 بصير نفس الشيء المهم انه احنا عارفين هذا راح ناخذ ثلاث ارقام راندوم نمبر الثلاث ارقام الراندوم راح يحددوا لي هل راح يصير في كروس اوفر هون ولا هذول راح ينزلوا ككلونز اوف ذيم سيلفز كلونز مستنسخين عن انفسهم ونفس الشيء راح ناخذ هون هل راح يصير في عندي كروس اوفر هون اللي راح ينزل وراح ينزلوا ككلونز وهون نفس الشيء فهلا بدنا 3 راندوم نمبرز ناخذ 3 راندوم نمبرز بدنا نطلع كل راندوم نمبر هل هو بين اذا كانوا من 0 ل 0.7 راح يصير في عندي كروس اوفر اذا كانوا من 0.7 ل 1 راح يصير ما راح يصير عندي كروس اوفر وبدنا نقرر بعدين بالنسبه ل 0.7 بالضبط احطه على هاي الجهه او احطه على هاي الجهه بنحددها بالهاي اعطيني اول راندوم نمبر 0.895 اوكي اذا هذه النتيجه تبعتها ما راح يصير في عندنا تزاوج بدنا نحاول الاثنين الثانيين يكون في تزاوج عشان المثال اعطيني كمان رقم 0.7 تمام تفضل 0.071 اذا هون راح يصير في عندي كروس اوفر بعدين الاخيره الثالثه 0.791 0.791 راح اهملها وبصيرش اهملها طبعا بس اهملها عشان يصير عندي على الاقل حالتين 0.566 راح يصير عندنا اوكي اذا هون ما راح يصير في عندي كروس اوفر راح ينزلوا البير هذول زي ما هم راح يصير عندي هلا اكس 1 واكس 2 راح ينزلوا ككلونز ما راح يصير في تغير راح يضلوا زي ما هم هلا بدنا ناخذ هون هلا هون بدنا نعمل كروس اوفر بدنا نحرك جزء وننقل الجزء الثاني هلا السؤال مسأل هون وين نعمل الكروس اوفر هل هذا الجزء من الكروموسوم راح ينفصل وهذا الجزء من الكروموسوم راح ينفصل
وهذول التنين يتبدلوا، ولا هذا الجزء من الكروموسوم راح ينفصل وهذا الجزء من الكروموسوم راح ينفصل راح يتبدلوا، او هذا الجزء من الكروموسوم وهذا الجزء من الكروموسوم راح ينفصل ويتبدلوا. المشكله الرئيسيه عندنا هون انه وين ما كان ما راح يختلف، لانه لو انتقل الواحد هون لواحد هون راح يضل نفسه، لو انتقل الواحد زيرو لواحد زيرو هون راح يضل نفسه، لو انتقل الواحد زيرو واحد زيرو مع الواحد زيرو زيرو راح يضلوا نفسهم راح ينقلبوا من هون. تمام فاهمين؟ لهاي بس على اي حال احنا خلينا نعمل كروس اوفر. طيب كيف اختار اعمل القطع، نقطه القطع هون ولا هون ولا هون؟ شو بدي اعمل؟ نفس الشيء بناخذ probability وراح نفترض انها equally likely، ما بنعرفش احنا وين القطع راح يصير، فراح نفترض هلا هون راح اخذ هون ثلاث نقاط، النقطه هاي او النقطه هاي او النقطه هاي. راح تشوفوا بالحل اللي انا حاله بالموقع اللي حطيته على الموقع، انا ماخذ اربع نقاط، بس اربع نقاط ما لهاش معنى، لان اذا اخذت اربع نقاط لو طلعت واحده منهم راح يصير فيش كروس اوفر. اوكي ماشي واضح؟ فاهمين النقطه هاي؟ هذول هم اربعه بتس، بس كم في نقطه قطع؟ بوسيبل. ثلاثه. فاهمين النقطه هاي؟ هم هذول واحد اثنين ثلاثه اربعه، بس البوسيبل كروس اوفر بوينت يا بقطع من هون بصير عندي هذا جزء وهذا ثلاثه، يا بقطع من هون هذا بصير جزء تو جينز وهذا تو جينز، يا بقطع من هون بصير عندي ثلاثة وواحد، بس اني اقطع من هون ما لهاش معنى بطلت قطع. فاهمين؟ اذا شو راح اخذ؟ ايش راح اخذ؟ هذول راح اخذ هذه تلت وتلت وتلت. اوكي ماشي واضح؟ راح اعتبر انه اذا صارت خلينا نسمي هاي النقطة مثلا A وB وC. النقطة A راح احطها تلت، النقطة B تلت، والنقطة C، ما فيش عندي سبب يدعوني انه يكون في تمييز لواحد من هذول على الثاني، فهذول راح يصيروا A وB وC. إذا لما بحول هذا لسي دي اف شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 1 على 3 1 على 3 1 على 3. اوكي؟ إذا شو صارت الليمتس هلا هون؟ راح تكون 0.33 بيريوديك 0.66 بيريوديك وهي راح اعتبرها 1. طيب ناخذ إذا هلا ناخذ راندوم نمبر عشان أحدد هون راح يصير في عندي كروس أوفر. راح آخذ هون راندوم نمبر عشان أحدد نقطة القطع، أعطينا راندوم نمبر 0.62 0.62 وين راح يصير؟ طلع هلا هون هاي النقطة قديش؟ اذا 0.66 مضبوط، اذا 0.62 اقل من هاي واكبر من هاي، اذا وين راح يصير؟ هون. اذا راح تصير بنقطة القطع اللي هي هذه هون A B C، اذا B وين راح تصير؟ هون. اذا شو بعمل؟ باخذ الجزء هاد وباخذ الجزء هاد وببدلهم، ببدل هذا الجزء وهذا هلا هو طبعا صدفت بالحالة هاي، ما في تغيير، بس المهم تكونوا فاهمين الفكره. لو طلعت ثلاثه باخذ اول ثلاث جينات بحطهم هون وباخذ اول ثلاث جينات برجعهم هون. نعم تفضل. بس المره الماضيه حكينا انه انا حثبت مكان عمل كروس اوفر فيه على كل العينه. لا 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 هيك حكيت انا؟ لا، او انا ممكن شرحت لك اياها مش بشكل واضح او فهمت علي غلط. انا بدي راندومنس قد ما اقدر، فبدي احط نقطه الكروس اوفر هون راح تكون مختلفه عن نقطه الكروس اوفر هون، بس راح اثبته هو البروبابيلتي اوف كروس اوفر 0.7 و 0.7 راح تكون هون عندي هاي اعلى من 0.7، هذول الاثنين صاروا كانوا اقل، فصار كروس اوفر هون هون ما صار شو. فاذا راح ينزل عندي هلا x1 x2 هذول خلصنا زي ما هم، راح اخذ الان هذول في x4 الجديده، هي هون في هاي الحاله ما راح تتغير، بس هون x4 هذول راح اسميهم x1 داش وx2 داش اللي هم صاروا الجداد هذول. هلا x4 راح تصير الجديده بتساوي 1 0 1 0، وهاي x1 داش اللي نزلت من هون راح تصير 1 0 0 0. اذا هاي بحاله الكروس اوفر الثاني، بحاله الكروس اوفر الثالثه، الكروس اوفر الثالثه هل راح يصير تغيير؟ كمان المشكله ما راح يصير تغيير. لا ممكن، ممكن يطلع معي اشياء جديده ممكن. طيب خلينا ناخذ، لا مش شرط في اشياء معينه مش راح يتغير، ولا في كل شيء راح يتغير. لو هاي تغيرت 1 0 مع 1 1 راح يطلع معي شيء جديد، لو تغيرت 0 0 مع 1 0 راح يطلع معي شيء جديد مش هيك؟ اوكي ماشي اوكي كويس جيد. اعطينا رقم براندوم نمبر لهي 0.658 لسه اقل من 0.66 مش هيك؟ فراح تكون عندي هون، فراح تنزل على بي، فراح تكون نقطه الكروس اوفر هي هاي، فراح اخذ هلا هدول الاثنين هون وابدلهم مع هدول الاثنين هون، فهدول راح يروحوا هون وهدول راح يجوا هون، فلما هدول 1 0 يجوا هون بصير عندي 1 0 1 0، فراح يصير عندي هلا x2 داش الجديده راح تصير 1 0 1 0، وبعدين x3 داش الجديده
إجاها هون 0 0 راح تصير 0 0 1 1 0 0 1 1 شيء ما كان عندي قبل هيك مظبوط اللي هو 3 فهذا individual جديد مظبوط 0 0 1 1 كل متفق معي هي هذه قطعة الكروموسوم اجت من هون ونزلت هون فهي صارت عندي هاي البوبوليشن الجديدة هلا راح اعيد ترقيمهم راح اسميهم X1 X2 X3 X4 X5 X6 للجنريشن الجديدة فأول واحد هذا ايش راح اسميه X1 هذا راح اسميه X2 هذا راح يصير X3 هذا راح يصير X4 الجديد للجنريشن الجديدة هذا X5 وهذا X6 راح امحي هلا هذا اللي هون عشان اكتبهم هدول الجداد فراح امحي هاي ونمحي هاي اذا هلا نيو جن لسه ما عملناش الميوتيشن بس انا قبل ما اعمل الميوتيشن راح اسمي النيو جنريشن الجديده فالنيو جنريشن راح تصير X1 راح تضلها نفس X1 القديمه 1000 X2 راح تضلها نفس X2 القديمه اللي هي 0010 X3 راح تصير هي هاي الجديده اللي هي 1010 هذه على فكره ايش هي 8 وهذه عباره عن 2 وهذه 10 بعدين X4 الجديدة هي هاي هي 1000 اللي هي 8 هلا X5 راح تصير هاي الجديدة اللي هي 1010 اللي هي كمان 10 و X6 اللي هي 0011 اللي هي 3 هاي عندي الجنريشن الجديدة لسه ما عملت عليها ميوتيشن اوكي هلا رح نيجي ناخذ 6 راندوم نمبرز عشان يقرروا لي هل في ميوتيشن رح يصير في اي واحد من الستة هدول ولا لا اوكي الميوتيشن قديش قيمتها طبعا احتمال صعب جدا تضبط معنا هون وهي مش رح تصير غير في كل يمكن 20 30 جنريشن ممكن يصير شيء بس خلينا نجرب ناخذ 6 نمبرز رح تشوفوا انه صعب يطلع معنا هلا بحساباتنا يطلع معنا رقم اذا ما طلع معنا واحد من الستة احنا رح نجبر واحدة من هدول راندوملي يكون فيها ميوتيشن راح نجربها بس خلينا نشوف ناخذ 6 راندوم نمبرز ونشوف اذا بيطلع اي شيء معنا احتمال ضعيف قديش احتماله يطلع معنا من الاله الحاسبه هاي 1 بالالف مضبوط اعطيني 6 راندوم نمبرز 0.225 تمام 0.368 تمام 0.182 كمان 0.237 0.088 تمام 0.23 ما طلع معي ولا واحد وهذا هو المتوقع في البرنامج الحقيقي هذا المتوقع رح يطلع عدد قليل بس احنا رح نفترض انه مثلا واحد من هدول طلع فيه خليني افترض انه عملت الارقام هدول والثالث مثلا طلع فيه عندي 0.001 راح يكون هذا يعني هذا هون هي الرقم الاول الراندوم رقم الاول الثاني الثالث الرابع كان ما فيه والخامس ما فيه والسادس ما فيه اذا هذول كلهم ما فيهم ميوتيشن بس هذا الوحيد اللي فيه ميوتيشن مين الثالث يعني هلا شو بدنا نعمل الميوتيشن راح تغير الزيرو ل1 مزبوط طب اي واحده من هذول الاربعه اختار شو بنعمل؟ نرجع نفس الشيء راندوم، شو بصير عندي البي دي اف؟ البي دي اف بصير عندي نفس الشيء بنقول هاي هذه A B C D وراح نحط هدول ربع 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 حولته ل سي دي اف شو راح يصير؟ راح يتحول عندي من 0 ل 0.25 ل 0.5 ل 0.75 ولا 1 وراح ناخذ الان راندوم نمبر، راندوم نمبر 0.625 اذا 0.625 هلا 0.625 اذا حطيته مش راح يكون من 0 ل 0.25 ولا من 0.25 ل 5 راح يكون هون فهذه راح تنزل معي راح تكون سي اذا سي شو بعمل فيها الان بحولها من 1 الى 0 للاسف ترجحاتي اعطتني 8 زي اللي موجودات هون يعني ما اعطتني دايفرسيتي كثيره بس على اي حال هي صار عندي هلا هيك صارت عندي هاي البوبوليشن الجديده مع الميوتيشن مع الكروس اوفر والميوتيشن شو بعمل هلا برجع بعيد نرجع بنعيد نفس العملية، أول شيء إيش لازم أعمل؟ بهدول الفتنس تبعتهم، لاحظوا الفتنس تبعت 8 و8 راح تكون أعلى إشي وبعديها 10 و10 بعدين أقل إشي 2 و3 وبرجع بعيد نفس العملية بختار من هدول بشوف حسب الفتنس تبعتهم بختار منهم 6 للكروس أوفر بدي ما بدي أحاول أعمل كروس أوفر من هذا لنفسه فبدي أحاول أعمل كروس أوفر من 6 مختلفين أو على الأقل أزواج مختلفة أعمل بينهم كروس أوفر وبنكمل بنعيد العملية هاي هلا إذا صار في فيش عندي تغير إذا صار التغير قليل ف
في الفتنس، يعني البعض راح يحسب الفتنس انه احسن واحد من هدول واخذه. اذا بطل في يصير في عندي تغير بالفتنس راح اوقف، راح يكون هاي الكراتير راح اوقف فيها. طبعا هذا هون مثال ضعيف لانه هو اصلا مساله سهله، وحتى انا في الانيشال بوبيليشن كان في عندي، كان عندي 8 راح يطلع هم 8 و7 اخر شيء احسن تو كروموسوم 8 و7 راح يعطيني. هلا الليميتيشن في عندي انا هذا في اصلا هون في 0، فبتامل انه هذا يوصل لي من هون اوصل بالنهايه ل 7 0 1 1 1. لاحظوا هو الجواب الصحيح 7.5 بس ما فيش عندي انا عدد كروموسومز عدد جينز كفايه، فراح يطلع الجواب يا اما 7 يا اما 8، وراح يكونوا هدول هم احسن اثنين موجودين في البوبيليشن.